اهلا بكم اعزائي طلبه الصف الرابع الابتدائي مع حلقه جديده من ماده العلوم وقناتكم المفضله درس خصوصي. موضوعنا النهارده موضوع شيق وجميل، موضوع بيستحوذ على ذهن كثير من الناس، موضوع دلوقتي بيطرح اسئله في بال علماء كتيره جدا، في بال ناس كتيره جدا، موضوع احنا لحد دلوقتي ما نعرفش عنه الا جزء صغير جدا، الا هو موضوع الكون. هنتكلم عن الكون. الكون، قبل ما اسالك يعني ايه الكون، اسالك كده سؤال صغير. دلوقتي انت لما بتطلع من البلكونه او من الشباك بالليل تبص في السماء بتشوف ايه؟ تشوف سماء سوداء فيها نقط بيضاء. ايه النقط البيضاء دي؟ النقط البيضاء ديت احنا عارفين ان هي اسمها النجوم، وتشوف حاجه مدوره كبيره كده اللي هو اسمه ايه؟ القمر. طب بالنهار لما تبص في السماء بتلاقي ايه؟ صح، تشوف حاجه مدوره برضو كده النور بتاعها شديد قوي اللي هي الشمس اللي بنشوفها كل يوم بالنهار. الشمس، النجوم، كل دوت بيسبح في الفضاء، وكل دوت مع بعض اسمه الكون. درسنا النهارده هو درس النجوم والكواكب، ودوت اول درس من وحده جديده عندنا اسمها وحده الكون. هنتكلم النهارده عن الكون ان شاء الله. يعني ايه كون؟ زي ما انتم شايفين في الصوره كده، الكون دوت عبارة عن ملايين ملايين النجوم، مليارات النجوم كمان. هو عبارة عن نجوم كتيرة جدا جدا متجمعة مع بعض بتديني حاجة اسمها الكون. أنا هاخد بقى النجوم وأعرف إيه هي وأتكلم عليها بالتفصيل. الصورة اللي أنتوا شايفينها قدامكم ديت فيها إيه؟ فيها شوية نقط بيضة كده أو حاجات مضيئة، أجسام مضيئة ومطلعة ضوء، بتشع ضوء. إيه هي الأجسام ديت؟ الأجسام ديت هي النجوم. كل اللي قدامنا دي نجوم؟ اه، كل اللي قدامكم ديت نجوم. يبقى النجوم هي أجسام مضيئة ليها أحجام مختلفة، زي ما انتم شايفين في أجسام كبيرة في أجسام صغيرة، بتشع ضوء وتشع حرارة، ضوء وحرارة. هنا بيجي لي سؤال علل، ليه بتبدو النجوم صغيرة؟ دلوقتي النجوم اللي انت بتشوفها في الفضاء بالليل، ايه اللي يخليك تشوفها صغيرة جدا كده؟ بالظبط، لان هي بعيده جدا عننا، لانها بعيده جدا عنا. زي الطياره لما بتبقى طايره في الجو انت بتشوفها صغيره قوي، لما هي في الحقيقه لما تروح تشوفها في المطار تلاقيها كبيره بحجمها الحقيقي. اذا النجوم عشان هي بعيده جدا عننا فاحنا بنشوفها ايه؟ صغيره جدا. هبدا اخد جزء بقى من الكون كده، جزء صغير جدا جدا اسمه المجموعه الشمسيه. ايه هي المجموعه الشمسيه؟ المجموعة الشمسية دي جزء صغير جدا جدا من الكون، بس كبير قوي 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 بالنسبة لنا. المجموعة الشمسية ديت هي الصورة اللي احنا شايفينها قدامنا. هي عبارة عن ايه؟ جسم كبير خالص اللي هي الشمس بتاعتنا، أجسام مستديرة مختلفة في الأحجام اللي هي الكواكب، وفي حواليها أجسام أخرى. عندنا المجموعة الشمسية بتاعتنا بتتكون من نجم واحد وهو الشمس، وبعد كده 8 كواكب، ثم أقمار وأجسام فضائية أخرى. هنتكلم عن كل واحدة فيهم بالتفصيل. تعالوا نبدأ بالشمس. كلنا عارفين إيه هي الشمس. دي صورة حقيقية للشمس. دي الشمس؟ آه، دي الشمس. يا ده غير ما أنا بشوفها خالص يا مستر. ده شكل الشمس الحقيقي فعلا. كرة لهب كبيرة جدا بتسبح في الفضاء. تسبح في الفضاء. طب كرة اللهب دي عبارة عن إيه؟ أقول عليها نجم. ليه بقول عليها نجم؟ لأنها بتشع ضوء وحرارة. الشمس بتدينا حاجتين، بتدينا ضوء بتدينا حرارة. طيب إيه تاني أقدر أقوله عن الشمس؟ الشمس هي أكبر حاجة في المجموعة الشمسية كلها. بص حجم الشمس قد إيه بالنسبة لحجم بقية المجموعة الشمسية. هي أكبر جسم فيهم، هي برضو مركز المجموعة الشمسية. يعني ايه مركز المجموعة الشمسية؟ يعني هي اللي في النص. الشمس عندك في النص وكل حاجة بتلف حواليها، كواكب، أقمار، كويكبات، كل دوت بيلف حول الشمس. يبقى إذا الشمس نجم يشع ضوء وحرارة، الشمس تقع في منتصف أو في مركز المجموعة الشمسية، الشمس تشغل معظم كتلة المجموعة الشمسية. قبل ما أتكلم عن الكواكب في سؤال علل هنا بيجي لي. دلوقتي يا مستر حضرتك قلت إن الشمس ديت عبارة عن نجم. طب النجوم ديت برضه حضرتك قلت من شويه ان هي مختلفه الاحجام. طب الشمس ديت نجم كبير، نجم صغير، نجم متوسط،
اقول لك لا، الشمس ما هيش نجم كبير ولا حاجه، هي نجم متوسط. امال مستر ازاي احنا بنشوفه اكبر من النجوم اللي بنشوفها بالليل؟ انا قلت لك بقى النجوم اللي بنشوفها بالليل نجوم بعيده جدا عنا، اما الشمس فهي اقرب نجم الينا. يبقى علل، لما اجي اسالك اقول لك علل. تبدو الشمس اكبر حجما من باقي النجوم التي نراها، ليه؟ برافو، تقول لي لانها اقرب النجوم الينا. طب ولو سالتك علل برضو، لماذا تعتبر الشمس نجما؟ لانها تشاع ضوء وحراره. برافو عليكم. كلمنا عن الشمس، تعالوا نتكلم عن الكواكب. ايه هي الكواكب؟ الكواكب دولت بقى اجسام معتمه بتدور حول الشمس. ثواني ثواني، ايه اجسام معتمه؟ يعني ايه اجسام معتمه؟ يعني اجسام مظلمه، يعني مش بتشع ضوء. الكوكب ده ولا هيديني ضوء ولا هيديني حراره، بخلاف النجم. النجم بيديني ايه؟ ضوء وحراره. الكوكب مش هيديني ولا ضوء ولا حراره، فهقول عليه جسم معتم. عندي كم جسم معتم في المجموعه الشمسيه؟ عندي 8 اجسام معتمه. ايه هم الثمان اجسام معتمه دولت؟ انا رتبهم من الاقرب للشمس للابعد كالتالي، يلا مع بعضينا. اول كوكب، كوكب عطارد، ثم الزهره، ثم الارض، فالمريخ، ثم المشتري، وزحل، واورانوس، واخيرا نبتون. مره اخرى كده مع بعض، عطارد، الزهره، الارض، المريخ، المشتري، زحل، اورانوس، نبتون. طب يلا مع بعضينا بقى، هسأل مين اللي عنده قوة ملاحظة بيقول لي مين أقرب كوكب للشمس. برافو عليكم، عطارد. طب لو سألتك عن الأبعد تقول لي مين؟ بالظبط، هو نبتون. طب مين أكبر واحد؟ برافو عليك، أكبر كوكب هو المشتري. طب أصغر كوكب؟ بالظبط زي ما أنت بتقول، هو كوكب عطارد. طيب بص كده على كوكب المريخ وقول لي لونه ايه؟ كوكب احمر. برافو عليك، كوكب احمر. يبقى المريخ هنقول عليه هو الكوكب الاحمر. طب علل، ليه بنقول عليه كوكب الاحمر؟ يا ترى ايه اللي مديله اللون الاحمر ده؟ اللون الاحمر دوت ناتج عن ان الصخور بتاعه كوكب المريخ فيها حديد، الصخور بتاعته تحتوي على عنصر الحديد. طب يا مستر، ما الحديد لونه مش احمر. ايوه، بس لما الحديد ده لما بيحصل له صدأ بيديك اللون البني المحمر او اللون الاحمر زي لون الكوكب. طب بص كده على لون نبتون، لونه ايه؟ لونه ازرق. يبقى الكوكب الازرق نبتون. ركزوا معايا، عند الكوكب الاحمر المريخ والكوكب الازرق هو نبتون. طب احنا عايشين فين بقى يا اولاد اللي عارف؟ برافو عليكم، احنا عايشين على كوكب الارض. كوكب الارض كده بسرعه بقى من غير ما تبص على الصوره، هو الكوكب الكام بعدا عن الشمس؟ هو الكوكب الثالث بعدا عن الشمس. برافو عليكم، عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، مشتري، زحل، ها أورانوس ونبتون. طب لو قلت لك رتبهم لي من الأكبر للأصغر زي ما احنا شفنا، كان مين أكبر كوكب في الكواكب؟ برافو عليكم، المشتري. هنرتبهم ازاي؟ المشتري أكبر كوكب، ثم زحل زي ما احنا شايفين هنا، وبعدها اورانوس اصغر منهم على طول، ونبتون اصغر. خد بالك الاربعه دولت هم اكبر اربعه. بعد كده هندخل في الاربع كواكب اللي قريبين. اكبر واحد في الاربعه اللي جوه الارض، يبقى الارض هي تحتل المركز الخامس من حيث الحجم من الاكبر الى الاصغر. بعد الارض هتلاقي الاصغر من الارض على طول المريخ. مين اصغر من المريخ؟ برافو عليكم، الزهره. واصغر واحد قلنا مين؟ عطارد. ده جدول فيه أهم الصفات اللي بتميز لي كل كوكب، وديت موضع أسئلة في الامتحان. أجي لك في عطارد أقول لك هو إيه، تقول لي هو أصغر كوكب وأقرب كوكب للشمس. لو سألتك عن الزهرة تقول لي الله ده أجمل الكواكب، ده الزهرة هو أجمل كوكب، أجمل الكواكب هو مين؟ الزهرة. والأرض هو الكوكب اللي بنعيش عليه. طب المريخ قلنا اللي بيميزه، برافو عليكم، ان هو احمر. طب علل بقى ليه لونه احمر؟ نظرا لان صخوره تحتوي على ايه؟ الحديد. المشتري هو اكبر كوكب في المجموعه الشمسيه. بص بقى على زحل، زحل هتلاقي فيه كده حلقات بتدور حوله وملونه. الكوكب اللي بعده
كوكب أورانوس هو الكوكب البارد، درجة الحرارة منخفضة جدا جدا جدا، فبيطلق عليه الكوكب البارد. أما نبتون لونه إيه؟ برافو عليكم، لونه أزرق، فبقول عليه الكوكب الأزرق، وهو أبعد الكواكب عن الشمس. كده خلصنا الشمس، خلصنا الكواكب، فاضل لنا حاجتين، أقمار وإيه؟ والأجسام الأخرى. إيه اللي في الصورة قدامكم دوت؟ كلنا عارفينه وبنشوفه كل يوم بالليل. برافو عليكم، ده القمر بتاعنا، القمر بتاعنا إحنا اللي إحنا بنشوفه كل يوم بالليل في السماء. يعني إيه قمر وهو عبارة عن إيه أساسا؟ القمر دوت جسم معتم. إيه ده يا مستر جسم معتم؟ ده بينور لنا كل يوم وبشوفه منور، إزاي جسم معتم؟ استنى، هو ده سؤال علل هيجي لك في الامتحان. علل، يبدو القمر منيرا مع أنه جسم معتم، إيه اللي بيخليه يا ترى ينور؟ القمر دوت بالظبط حاجة شبه المراية. القمر دوت جسم معتم بس بيعكس ضوء الشمس الساقط عليه. يعني أنت دلوقتي القمر دوت جسم معتم، ما بيشعش ضوء ولا حرارة، بس علل لماذا نراه منيرا؟ لأن ضوء الشمس ينعكس من على سطحه، لذلك تراه منيرا، أنه بيعكس إيه؟ ضوء الشمس. القمر دوت هو أقرب جار لكوكب الأرض، هو أقرب حاجة ليك، أقرب جسم كوني أو جسم فضائي ليك، وبيدور حول الأرض. يا ترى يا مستر، هو مفيش إلا قمر بس بتاعنا إحنا اللي حول الأرض؟ لا، في أقمار كتيرة جدا حوالين معظم الكواكب وبتدور حولها. يبقى الأقمار أقدر أقول عليها إيه؟ أجسام معتمة تدور حول مين؟ الكواكب. برافو عليكم. طب علل ليه نراه منيرا؟ لماذا نرى القمر منيرا؟ لأنه يعكس ضوء الشمس الساقط عليه، وقلنا إن هو أقرب جسم للأرض. إيه هي بقى الأجسام الفضائية الأخرى؟ الأجسام الفضائية الأخرى ديت أجسام بتسبح في الفضاء في المجموعة الشمسية، منها ما يسمى الكويكبات، ومنها ما يسمى بالشهب، ومنها ما يسمى بالنيازك، ومنها ما يسمى بالمذنبات. واحدة واحدة كده جايب لكم صورة لكل حاجة فيهم. بالنسبة للكويكبات، عبارة عن أجسام فضائية صخرية، صخور كبيرة كده بتسبح في الفضاء في أماكن معينة، بتسبح في الفضاء وبتدور برضو زي الكواكب بتاعتنا حول الشمس. الشهب، مين فينا ما شافش الشهاب دوت قبل كده؟ طب مين فينا شافه؟ هو دوت الشهاب، والشهب ديت لعلمكم يا جماعة مذكورة في القرآن. هي ديت الشهب، عبارة عن أجسام فضائية زي ما أنت شايف، بيبقى ليها زي المضيء كده، وتنتج من الاحتراق أثناء دخول الغلاف الجوي. النيازك بقى، النيازك حاجة شبه الشهب كده، بس الفرق بين النيازك والشهاب إيه؟ النيازك دوت أقول عليه نيازك إمتى؟ لو هو دخل جوه غلاف كوكب الأرض بتاعك، بيبدأ يحترق بالمنظر دوت، فبطلق عليه لفظ نيازك. أما آخر حاجة المذنبات، المذنبات ديت أجسام فضائية بتدور حول الشمس برضو زيك زيهم. بتشوفهم؟ بنشوفهم في أيام معينة كل فترات متباعدة من السنين. نعمل مقارنة سريعا سريعا كده ما بين النجم، ما بين النجوم والكواكب والأقمار. النجم قلنا جسم إيه؟ جسم مضيء. طب الكوكب؟ برافو عليكم، معتم. طب القمر بقى؟ برافو، جسم معتم برضه. النجم جسم مضيء، يعني بيشع ضوء وحرارة. طب الكوكب بيشع حاجة؟ لا، لا يشع ضوء ولا يشع حرارة. طب الأقمار؟ القمر بقى يعكس ضوء الشمس الساقط عليه. بالنسبة للنجوم، النجوم بتدور فين؟ النجوم تدور في الفضاء. لما تكبروا شوية هتعرفوا إن النجوم ديت ليها أماكن محددة بتدور حولها، حول مركز المجرة. بنكبر وبندرس المجرات مع بعضينا قدام إن شاء الله. أما الكواكب فهي بتدور حول الشمس في مدارات ثابتة ومحددة. طب الأقمار بتدور حول مين زي ما قلنا من شوية؟ برافو، حول الكواكب. أمثلة للنجوم، أقرب نجم لينا اللي هو مين؟ الشمس. طب مثال على الكواكب بقى، عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ. برافو عليكم، كل دولت بيديني مثال على الأقمار، القمر الأرضي الخاص بينا. كده نكون خلصنا حلقتنا، ونرجو إنكم تكونوا استفدتوا إن شاء الله. ولو عجبتكم الحلقة متنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب
عشان تنالوا على كل جديد إن شاء الله، تابعوا كل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.